الهدف الاول بضربه مرمى 68 متر طول التمريره باتجاه ميروسلاف كلوزا، وفشل من ابسون وتاخر من ديفيد جيمس، والهدف الاول لالمانيا في الدقيقه 19 من الشوط الاول. بعد ذلك ب 13 دقيقه في الدقيقه 32 هجمه مرتده اخرى، واليوم اجادت المانيا استخدام سلاح الهجمات المرتده على الدفاع الانجليزي الذي بدا هشا بشكل يدعو للتساؤل. هذه كره الى بودولسكي بدون رقيب ولا عتيد، يضع الكره في الشباك محرزا الهدف الثاني لالمانيا. لكن الشوط الأول لم ينتهي عند هذا الحد، تمكن الفريق الإنجليزي من العودة بالهدف الوحيد في الدقيقة 37 إثر كرة مرفوعة من الجهة اليمنى على رأس المدافع ماثيو أبسون الذي استغل خروج غير موفق للحارس نوار ليحرز الهدف الوحيد لإنجلترا. بعده بدقيقة واحدة سجل لاعب فرانك لامبارد هدفا لم يشاهده لا الحكم ولا المساعد. في الشوط الثاني هجوم مرتد آخر للمنتخب الألماني الذي استخدم اليوم بامتياز سلاح الهجمات المرتدة، الكرة تصل إلى توماس مولر في الدقيقة 68 أيضا بدون رقيب رغم وجود خمسة مدافعين إنجليز داخل منطقة الجزاء، يحرز الهدف الثالث لألمانيا. وبعده بدقيقتين يعود نفس اللاعب ومن هجمة مرتدة أخرى لكي يحرز الهدف الرابع لمصلحة المنتخب الألماني بعد هذه الكرة المقطوعة من الدفاع الألماني. لاحظوا التواجد العددي أين؟ كله في المنطقة الدفاعية الألمانية، فقط لاعب واحد يتقدم ويتخطى المدافع بسهولة فائقة ويمرر، ومولر يسجل أربعة أهداف مقابل هدف واحد. نحن نقول دائما في كأس العالم إن المظاهر غالبا ما تكون خادعة، الفريق